نشرة الظهيرة، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. بمرور الأيام فرضية الجفاف تتأكد أكثر، وتتأكد الحاجة الكبيرة لإجراءات برنامج الحد من آثار تأخر التساقطات الذي وضع بتعليمات الملكية. الفلاحون يرون في البرنامج طوق نجاة. يومه 20 فبراير عالمي للعدالة الاجتماعية، نتوقف في نشرة عند أحد أبرز الحقوق الأساسية التي تتطلب عدالة، ضمان الحق في التعليم لأطفال العالم القروي. مع تصاعد التوترات الميدانية على الجبهة الأوكرانية، محادثات وصفت بالفرصة الأخيرة بين الرئيسين الروسي والفرنسي. ضيف ظهيرة الأحد اسمه الشخصي والعائلي يختزل تجربة متفردة في الساحة الفنية المغربية، ضيفنا الفنان يونس ميجري. أهلا بكم. باستثناء ما تهاطل أمس من تساقطات مطرية، توقعات الطقس في الأيام القليلة الماضية لا تحمل بشرى. شبح والجفاف لا يزال يخيم على الموسم الفلاحي، والفلاحون رأوا في برنامج مواجهة آثار تأخر التساقطات التي أطلق أو الذي أطلق بتعليمات الملكية طوق نجاة. وضعية القطاع الفلاحي وردود فعل الفلاحين بعد الإعلان عن تخصيص ميزانية تقدر بعشرة مليارات درهم تخفف عنهم آثار هذه الوضعية المناخية، نرصدها من إقليم العرائش في روبورتاج صديق بن زينة وفاضل السعدوني. اصفر الزرع وجف الدرع وضاق الخناق على الفلاحين بعد شح التساقطات المطرية، وهذه الصور من إقليم العرائش حيث يعاني الفلاحون من تداعيات موسم جاف تأخرت فيه الأمطار وضاعت المزروعات الخريفية من الحبوب بنسبة يقدرها المتضررون بأكثر من 80%. دابا أنت كتشوف الفلاحة كل شيء يبس، دابا الفلاحة يبست، وتنتمناو من الله يكون هذا الدعم بعداك يوصلنا في القريب بعداك نعاونوا به شويه. انت كتشوف الله هو هذا، انت كتشوف الفلاحه كيفاش رجعات. دابا اللي كنتمناو من الحكومه الدعم اللي عطى جلاله الملك، يقدموا لنا العلف. دابا راه القضيه واقفه، كتشي التبن 70 ريال، كتشي العلف غالي، العلف ديال الشمندر ولا كان يدير 12 فرنك ولا يدير 20 فرنك. محرنا اللهم لك الحمد، ولكن هذا التصريح ديال جلالة الملك راه فرحنا. وفي إطار العناية الملكية بالفلاحين، أعطى جلالة الملك محمد السادس أمره لاتخاذ التدابير الاستعجالية الضرورية لتنزيل البرنامج الاستثنائي لمواجهة آثار تأخر التساقطات بميزانية تقدر بعشرة ملايير درهم، وذلك من أجل تخصيص دعم مباشر للفلاحين ومربي الماشية، بالإضافة إلى ضمان سقي الأشجار المثمرة التي تم غرسها مؤخرا في إطار برنامج الفلاحة التضامنية. كنا متخوفين كيفاش غنديروا نسقيوه، الزيتون جديد باقي ما يقاومش الجفاف باقي كذا، ولكن الحمد لله هذه البادره اللي عطى سيدنا وكتشمل حتى الزيتون الحمد لله. نطلب الله يتعالج بعد هذا الزيتون هذه السنه، تشتي راه بنفسك تضرر بزاف. حنا فرحانين الحمد لله كثير بهذه المبادره اللي غادي تعاوننا هذا العام على اثر هذا الجفاف اللي كتعرفوا هذه السنه وقلت التساقطات المطريه. والحمد لله احنا دائما وراء صاحب الجلاله الله ينصره اللي كيعتني بالفلاح وبالفلاحين. ويرتكز البرنامج الاستعجالي لمواجهة آثار تأخر التساقطات المطرية على ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه والتأمين الفلاحي وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين. وللإشارة، فالمغرب لم يشهد مثل هذه القلة في التساقطات المطرية منذ حوالي 40 سنة. نواصل حديثنا عن تدابير مواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، وينضم إلينا مباشرة عبر تقنية سكايب من برشيدة السيد حسن سعد زغلول المدير الإقليمي للفلاحة ببرشيد. سيد زغلول، أهلا وسهلا بك. بشكل عملي، ما الذي يقدم هذا البرنامج للفلاحين في حال تأكد فرضية الجفاف؟ بالفعل بالنسبة للحالة ديال الموسم الفلاحي هي صعبة، ونظرا لقلة تأخر التساقطات البطارية، وهذا راجع إلى التغيرات المناخية اللي كيعرفها المغرب وكذلك الصعيد العالمي.
بالنسبة للتدابير كما جاء في من قبل عندنا يعني ثلاث محاور، كان هناك الحفاظ على الرصيد الحيواني والنباتي، وكذلك الرحوة كأول، الثاني هو التأمين الفلاحي، والثالث هو تخفيف العبء على الفلاحين والمهنيين، وكذلك تزويد السوق بآلاف الماشية. هاد ثلاث المحاور كتفصلوا منهم برنامج خاص كيكون كيركز وموجه بالأساس كما لاحظتوا، الحفاظ على رأس المال الحيواني، خصوصا توزيع ديال الأعلاف من شاعير وكذلك أعلاف مركبة، وكذلك إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط، وكذلك توريد الماشية زيادة على الري التكميلي باستدامة البساتين حديثة الغرس من سنتين إلى 5 سنوات. هذا هو في المجمل زيادة على ذلك، هو العمل على تسريع إجراءات التأمين ضد الجفاف حتى يتمكن الفلاحة من الاستفادة من التعويض في هذا الإطار. طيب سيد زغلول، أنتم مسؤول عن وزارة الفلاحة بإقليم برشيد، الإقليم الذي هو جزء من منطقة تعد خزان المملكة فيما يخص الحبوب. هذه المنطقة التي تضم في الأغلب أراضي بورية هي الأكثر تضررا من قلة التساقطات، يعني يمكن القول إنه فات الأوان على إنقاذ الموسم الفلاحي هناك. ما الذي يخصص من دعم لهذا النوع من الزراعات؟ كيف سيتم دعم الفلاحين في هذه المنطقة وفي المناطق البورية بشكل عام؟ بالفعل فيما يخص تنزيل هذا البرنامج الاستثنائي للحد من تداعيات نقص السلطات المطرية على مستوى إقليم برشيد، إقليم برشيد كينتمي لحد الجهة هي جهة منطقة الشاوية، كينتمي لجهة دار الدستات، ومعروفة بالإنتاج ديالها ديال الحبوب والقطاني، والأغلبية ديال الأراضي ديالها هي بورية. وهذا العجز المائي أثر كثير على جل المزروعات، وخاصة الزراعات الخريفية، وكذلك على الغذاء النباتي للمراعي والأراضي المستريحة التي توفر الكلاء للماشية، فضلا عن النقص الحاصل على مستوى الفرشة المائية. الوضعية بالنسبة للحبوب والزراعات الخريفية بصفة عامة هي وضعية صعبة، أغلبية الزراعات تقريبا يمكن تصنيفها بضعيفة إلى ضائعة، ولكن يبقى الأمل، يبقى الأمل إذا سجلت تساقطات مطرية خلال شهري مارس وأبريل إن شاء الله ستنعش وتحسن الوضعية، خاصة توفر الكلاء للماشية وإنعاش الفرش المائية، وتشجع كذلك الفلاحين على مباشرة زراعة ربيعية. ومن بين التدابير التي أعطيت انطلاق على مستوى إقليم برشيد في إطار هذا البرنامج الاستعجالي هو تسريع تعويض الفلاحين المنخرطين في نظام التأمين الفلاحي، وكذلك تزويد الإقليم بالأعلاف المدعمة والحفاظ لحماية الماشية والحفاظ عليها، وكذلك تم تكثيف حملات تلقيح قطع المشي التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فضلا عن حفر وتجهيز عدة نقاط للماء وتوزيع المشي. أنا اللي باش نختم بالنسبة لهذه التدابير كلها ستساهم في الحد من تدهور الوضع ميدانيا وتحافظ على الرصيد الحيواني والنباتي، مع العلم أنه بفضل حكمة وتبصر صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله، فإن القطاع الفلاحي بكل مكوناته قادر إن شاء الله على حسن التدبير وتجاوز هذه الأزمة مثل ما تجاوز أزمات سابقة مماثلة. السيد حسن سعد زغلول، المدير الإقليمي للفلاحة ببرشيد، كنت مباشرة معنا عبر تقنية سكايب، شكرا جزيلا لك. ورد قبل قليل أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم صباح اليوم بأحد المنازل بمدينة الحسيمة. أسباب الوفاة حسب التحريات الأولية قد تكون مرتبطة بتسرب غاز البوتان من سخان الماء، وقد تم نقل جثة الضحايا إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، فيما فتحت النيابة العامة المختصة تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسة هذا الحادث المؤسف. والصور وردتنا قبل قليل من الإقليم من زملاء بمكتب القناة بالحسيمة. نفتح اللحظة ملف وباء كورونا. الوضع يواصل في تحسن كما تظهر
كما تظهر ذلك المؤشرات، عدد الوفيات انخفض إلى 11 وفاة والإصابات إلى 524 إصابة، وذلك بحسب حصيلة يوم أمس كما أعلنتها وزارة الصحة في تحديثها اليومي. وعن حملة التلقيح الوطنية ضد الفيروس، أعلنت الوزارة أن عدد الملقحين بالحقنة الثالثة بلغ أزيد من 5,446,000 شخص. أزيد من 23,168,000 شخص تلقوا حقنتين، هم من بين 24,726,000 تلقوا حقنة واحدة على الأقل. وعبر العالم، أودت الجائحة حتى الآن بحياة نحو 5,900,000 شخص بحسب الأرقام الرسمية، فيما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن العدد قد يكون أكبر بكثير من ذلك. من جانب آخر، أعلنت الشرطة الكندية التي تواصل العمل على تفريق مجموعة متشددة من المحتجين في العاصمة الفيدرالية أوتاوا، أن تقدما كبيرا أحرز أمس في إخلاء وسط المدينة المشلول منذ أسابيع بسبب الاحتجاجات المناهضة للقيود الصحية. مع تصاعد التوترات الميدانية بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية، تتكثف المساعي والاتصالات لنزع فتيل الأزمة. الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون تحدثا هاتفيا صباح اليوم بعد أسبوعين من لقاء جمع الزعيمين في الكرملين. جليلة بن فتان. أوكرانيا تستعد لسيناريو كابوس حرب تأمل ألا ينطلق في وقت طالب فيه الرئيس الأوكراني يوم أمس خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، طالب بانضمام بلاده إلى حلف الشمال الأطلسي في ظل تزايد المخاوف من غزو محتمل لبلاده من روسيا التي ترفض بشدة انضمام كييف للحلف. بدورها، أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تقديم مقترحات واضحة للحوار بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن المساعدات لن تقف عند الإجراءات الاقتصادية بل ستقوم بتعزيز حلفائها على الجانب الشرقي. لقد اتخذنا بالفعل خطوات لتعزيز دفاعنا الجماعي. لقد قمنا بنشر 6,000 جندي أمريكي إضافي في رومانيا، بولندا وألمانيا. لقد ودعنا أيضا 8,500 جندي آخر في الولايات المتحدة في حالة الاستعداد المتزايد. فيما أعلن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي أن أوروبا تعيش أياما صعبة في ظل خطر تواصل الصراع الحقيقي بين روسيا وأوكرانيا. يواصل حلفاء الناتو جهودهم الدبلوماسية القوية لإيجاد حل سياسي، ومع ذلك على الرغم من مزاعم موسكو لم نرى أي علامة على الانسحاب أو خفض التصعيد حتى الآن. على العكس من ذلك، يستمر الحشد العسكري الروسي، نواصل المراقبة عن كثب وندعو روسيا إلى فعل ما تقوله وسحب قوتها من حدود أوكرانيا. انسحاب لتحقيقه تطالب موسكو بضمانات خطية بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف الأطلسي، وبأن يسحب الحلف الذي تقوده واشنطن قوته المنتشرة في شرق أوروبا إلى المواقع التي كان يوجد فيها قبل عقود. أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد رسميا اليوم عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل الأزرق. الخطوة تعد مرحلة هامة من المشروع الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011، والذي تقدر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهربائية في إفريقيا، إلا أنه يثير توترات إقليمية خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90% من حاجياتها من مياه الري والشرب. يومه 20 فبراير عالمي للعدالة الاجتماعية، نتوقف في النشرة عند أحد أبرز الحقوق الأساسية التي تتطلب عدالة مجلية، ضمان الحق في التعليم للأطفال، أطفال العالم القروي تحديدا. المغرب قطع أشواطا مهمة في مسعاه لضمان هذا الحق. من إقليم الحاجب، روبورتاج علاء الدين الحميني، تحرير محمد إسرة. اسمها الثانوية الإعدادية بويسمساد، رأت النور قبل 6 سنوات في إقليم الحجب. منذ ذلك الوقت تقف شامخة في هذا المكان معلنة الحرب على عدو اسمه الهدر المدرسي. فتحت قسما داخليا لاستقبال أطفال في عمر الزهور قدموا من القرى
البعيد يحلمون بمستقبل أفضل. فلولا استفادة من القسم الداخلي انقطعت عن الدراسة بمستوى السادس ابتدائي، نظرا لبعد إعدادي عن السكن. وعلى اعتبار أن المؤسسة ديالنا كتواجه واحد العالم قروي، وأن عندها دور مهم في محاربة الهدر المدرسي، وذلك بتوفير مجموعة من الشروط اللي منها الاستفادة من القسم الداخلي للمؤسسة. 80 هو عدد التلاميذ المستفيدين من القسم الداخلي، قسم يوفر مجموعة من المرافق الأساسية منها هذه القاعة الخاصة بالمطالعة. بالنسبة للمؤسسة ديالنا كتستافد من جميع برامج الدعم الاجتماعي، منها مليون محفظة، برنامج تيسير، النقل المدرسي اللي عندنا جوج ديال الحافلات اللي تيلقنوا لنا تقريبا واحد العدد ديال 160 تلميذ. الإقليم الحاجب هو إقليم قروي بامتياز، حيث أن 75% من الجامعات الترابية اللي العدد ديالها 16 هي جامعات قروية بامتياز، وكتعتمد على يعني على الفلاحة في الأنشطة ديالها، والعدد ديال التلاميذ اللي هما قرويين هو 50% من أصل أزيد من 58,000 تلميذ اللي كيدرس بالمديرية الإقليمية. الطريق إلى المدرسة هو أقصر الطرق المؤدية إلى إحقاق العدالة الاجتماعية، أمر يجعل التربية والتكوين أولوية الأولويات في كل المجتمعات الإنسانية. الكم لكن أيضا الكيف مهم في ضمان حق التعلم والتعليم. للمساهمة في تحسين ظروف تحصيل التلاميذ في العالم القروي، حملة تضامنية بإقليم مولا يعقوب لفائدة تلاميذ جماعة عين قنصرة، تم من خلالها توزيع لوحات إلكترونية بهدف إدماج التكنولوجيات الحديثة في التعليم الأولي. روبورتاج سارة جابري، علاء الدين الحميني، تحرير سعيد أجانا. في وقتنا الحالي أصبحت التكنولوجيا الحديثة ضرورة ملحة، خصوصا وإن تعلق الأمر بالتعليم. لذا جاءت هذه المبادرة لتوزيع لوحات إلكترونية على تلاميذ مجموعة مدارس بومشرد من أجل مواكبة المستجدات التكنولوجية ومتطلبات العصر. وكتجي خصوصا في إطار تنزيل يعني تقنيات التواصل وما هو رقمي بالنسبة للمؤسسات، تقوية الكفايات، كفاية التلميذات والتلاميذ في استعمال التقنيات هذه الحديثة، وكذلك لإدخالها للقسم. في البداية كانت عندنا فقط طابلت وحدة اللي كانوا كيتناوبوا عليها التلاميذ، وهنا كتحد من الأريحية ديال التلاميذ، كتحد من القدرات ديالهم، فأنهم مش يتناوب كل تلميذة لوحدة، فكان كيستغرق وقت وما كيستافدش جميع التلاميذ ما كيستافدوش. المبادرة همت كذلك توزيع الكتب والأغطية لفائدة التلاميذ وعائلاتهم، خصوصا أن إقليم مولا يعقوب يعرف انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة في فصل الشتاء. عند علاقة مع الدعم الاجتماعي، لأن كنعرفوا بأن الساكنة هذه الدواوير كتعاني الهشاشة، ولا سيما هذه السنة التي تتسم بقلة الأمطار. هي خطوة هدفها الأول النهوض بقطاع التربية والتكوين بالمناطق القروية، وكذا خلق روح المنافسة بين التلاميذ. ثانيا نبيلة، إشكالية الأطفال المتخلى عنهم دفع بها إلى الواجهة ملتقى وطني لليتيم نظم بالدار البيضاء في غياب أرقام رسمية. يؤكد المجتمع المدني أن أعداد الأطفال المتخلى عنهم في تزايد، مما يتطلب حلولا عاجلة ناقشها الملتقى. روبورتاج يونس رفيق، رضوان بعروق. مناقشة ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم في سياق النموذج التنموي الجديد استدعت حضور فعاليات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الأطفال إلى جانب ممثلين للقطاعات الوزارية وباحثين وقانونيين. فحسب الجمعية المغربية لليتيم منظمة الملتقى، 24 طفلا يتم التخلي عنهم يوميا. اليوم كاين نموذج تنموي جديد، كاين حكومه جديده، وكاين مشروع ديال الجمعيه المغربيه لليتيم اللي كيهدف الى مغرب بدون اطفال متخلى عنهم في افق 2030. اليوم لما كنتكلموا على اكثر من 155 الف طفل متخلى عنه في حدود 2030، فهو نتيجه دراسه رياضيه قمنا بها بناء على معطيات قامت بها جمعيه المجتمع المدني، واللي انطلقت من تواجد اكثر من 24 طفل متخلى عنه في اليوم. خص العمل مع الاسره البيولوجيه ديال الطفل، خاصها واحد المواكبه، خاص واحد الدعم المادي باش تقدر تقوم بالدور ديالها التربوي.
أجمع الحاضرون على أهمية توفير الجو الأسري للأطفال المتخلى عنهم بعيدا عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لكن بعض الأسر تجد صعوبة في نظام الكفالة. اليوم تنخموا بأنه هذه يكونوا أسر ديال الاستقبال فامي داكاي، لهذه يكونوا تاخذوا الطفل، ماشي هي الكفالة، لأنه الكفالة تطلب واحد عام ولا عامين باش نوصلوا باش نديروا الكفالة. هناك مساطر قانونية يبدو للبعض على أنها صعبة ومعقدة، ولكن الطابع الحمائي لهذه الفئة هي اللي فرضت هذا النوع من التحري والبحث، لأن هذه الأطفال تبقوا أمانة حتى لا نسقط في فخ التجار في الأطفال. ومن التحديات الكبرى التي تواجه هؤلاء الأطفال صعوبة الإدماج مع إجبارية مغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية عند بلوغ 18 سنة. نشرة الظهيرة متواصلة، فيها أيضا عقود لمواكبة 11 طالبا من حاملي المشاريع بجهة الشرق. وفي فقرة ضيف الأحد نستضيف هذا الأسبوع فنان تعجز الكلمات عن اختزال مساره الفني، وحده الاسم كفيل بذلك، ضيفنا يونس ميغري. وقبل ذلك، للجامعة دور محوري في تسهيل ولوج الطلبة إلى سوق الشغل عدا موائمة مسالكها وتخصصاتها مع متطلبات هذه السوق، لها دور أيضا في تشجيع روح المقاولة لدى الطلبة. في جهة الشرق وجدة، طلبة جامعة محمد الأول المنتمين للجهة اختير من بينهم 11 طالبا من حاملي المشاريع، سيتم مواكبة مشاريعهم بدعم من مجلس الجهة، وقد أحدثت لذلك حاضنة لمواكبة ريادة الأعمال. لتسليط مزيد من الضوء على الموضوع، ينضم إلينا مباشرة من وجدة السيد ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول. سيدي أهلا بك، حاضنا لمواكبة ريادة الأعمال، لو تشرح لنا أكثر هذا الميكانيزم الذي أحدثتموه مع مجلس الجهة. أهلا وسهلا سيدتي. فهذه الحاضنة جاءت نتيجة تفكير جماعي مع جل شركاء جامعة محمد الأول وخاصة مجلس جهة الشرق، بحيث تم إمضاء عقد شراكة بقيمة 5 مليون درهم. وأنا أود أن أشكر مجلس جهة الشرق على كل ما يقدمه لجامعة محمد الأول. ففي هذا العقد يجب خلق 90 ستارت أب، أي 90 شركة ناشئة داخل الجامعة خاصة بطلبة جامعة محمد الأول. فهذه الآن كانت الدورة الأولى، بحيث تم انتقاء 11 مشروع، وهناك دورة ثانية ودورة ثالثة، بحيث أن هناك كذلك متدخلين آخرين لمواكبة هذا المشروع، وهما مركز الاستثمار لجهة الشرق، وكذلك اتحاد مقاولات المغرب جهة الشرق، بحيث هذه المتدخلين هم من سيواكبون هذه العملية، من أجل يعني أن هذه الفكرة التي سيقدمها الطلبة سترى النور كمشروع داخل الجامعة، ومن بعد ذلك ستكون يعني خارج الجامعة. طيب عمليا جامعة محمد الأول تجربة كبيرة في هذا الميدان. سيد زغلول، عمليا السنة الماضية ما الذي سيتم تقديمه كدعم لهؤلاء الشباب من أجل دعم مشاريعهم؟ إذن ففي إطار هذه الاتفاقية، وهنا أشكر كذلك مجلس جهة الشرق، في إطار الاتفاقية فهناك سيكون أولا التكوين، ثانيا ستكون المواكبة، ثالثا كذلك ستكون اقتناء بعض المعدات اللي خاصة بكل مشروع، ليكون المشروع يعني أنه يكون في البداية ديالو جد ناجح. فهناك يعني 3 أو 4 أشياء اللي ستواكب بها الطلبة لإنجاح هذه المشاريع ديالهم داخل الحاضنة ديال جامعة محمد الأول. وكذلك هناك متدخلين آخرين كالمركز الجهوي للاستثمار، وكذلك الخبرة التي سيواكب بها الاتحاد العام لمقاولة المغرب جهة الشرق، سيواكبون بها كذلك هاد الطلبة لحاملي هاد المشروع. في هذه الدورة انتقي كما أشرتم 11 مشروع، ما هي نوعية المشاريع الغالبة فيما قدمه الطلبة؟
ففي الإجمال كانت تقريبا أكثر من 60 مشروع، وهناك لجنة مختلطة تتكون من أساتذة جامعة محمد الأول مختصين في خلق المقاولات، وكذلك من لجنة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذلك ممثلين على الجهة. فهناك يعني الطلبة قدموا المشاريع ديالهم لهذه اللجنة، وتم اقتناء 11 مشروع. فهذا المشروع تهم الصناعات الغذائية، تهم الذكاء الاصطناعي، تهم الرقمنة، تهم كذلك تثمين النفايات، الطاقات الجديدة والمتجددة. فهناك يعني كانت أفكار جد مهمة تم يعني الاختيار ديالها، وسيتم تمويلها في الشطر الأول، ومن بعد إن شاء الله لما تنجح هذه المشاريع فهناك تمويل آخر سيكون دعم من جهة الشرق. مشكورا. طيب سيد زغلول، تقديم فكرة مشروع يتطلب أولا زرع بذرة روح المقاولة لدى الطلبة خلال مسارهم الدراسي، الأمر أكيد أنه أكثر نجاعة حين البدء بمراحل مبكرة ربما في الثانوي ولما لا قبل ذلك، لكن الجامعة بما أنها المرحلة الأخيرة قبل سوق الشغل هي المطالبة بنجاعة أكبر في هذا الجانب. جامعتنا كما هو ظاهر باتت واعية بذلك، أين وصلت المساعي والجهود في لزرع روح المقاولة لدى الطلبة؟ نعم، فيعني الشيء الصعب هو زرع هذه البذرة ديال المقاولة للطلبة. فجامعة محمد الأول الحمد لله الآن تحتوي على واحد المركز اللي هو مركز المقاولات، يسيره أساتذة جامعيين دائما يشجعون الطلبة خلال يعني المحاضرات أو خلال الدروس لخلق المقاولات. وهناك كذلك نوادي خاصة داخل جامعة محمد الأول وجمعيات للطلبة تقوم بتشجيع الطلبة بهذه المواضيع وهو زرع هذه البذرة ديال المقاولات. وهذه السنة الحمد لله فجامعة محمد الأول الآن ستكون ممثلة في معرض دبي بمشروع تم انتقاؤه للتقديم ديالو وللتباري عنه في معرض دبي. إذا فطلبت جامعة محمد الأول فهم يعني الحمد لله يعني الآن عندهم واحد الاهتمام بخلق المقاولات والجامعة هنا للتشجيع ديالهم. وهذه البادرة الطيبة اللي قام بها مجلس جهة الشرق تجاه الجامعة فهذا جد مهم، بحيث الآن أن الطلبة أصبحوا يعني مولوعين بخلق هذه المقاولات عبر أفكار، والأساتذة المجهودات ديالهم فهم يواكبونهم فد الميدان. سيد ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة كنت مباشرة معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. مغاربة جنيف الملتئمون في جمعية تؤطر أنشطتهم، وكما دأبوا على ذلك منذ 9 سنوات نظموا عددا من الأنشطة الرياضية ذات البعد الاجتماعي في مدينة أكادير، يدعمون من خلال هذه الأنشطة العمل التطوعي المدني بجهة سوس مس. روبورتاج محمد بوبكر رفيق أقومات. فتح المجال الجوي أتاح الفرصة لمغاربة جنيف ليحطوا الرحال بمدينة أكادير للانخراط في عدد من الأعمال الاجتماعية والتضامنية تشمل مجموعة من الفئات بجهة سوس ماسة. دابا الحمد لله جينا لبلادنا المغرب باش نقوموا بالأعمال الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والناس اللي محتاجة الحمد لله، لأن كل سنة كنجيو من 2013، هذه السنة التاسعة دابا لا 9 ميديسيون باش كنديروا هذا العمل التطوعي الخيري. المبادرة هي يعني تخلقت في 2013، سي فولونتاريا من الاخوان اللي كانوا يلعبوا كره في لا سويس. غادي نكملوا ان شاء الله الدوري، ان شاء الله غادي ننتقلوا ان شاء الله لمدينه تيرودانت باش نقوموا بواحد العمل خيري اللي هو مقر سميتو الفريجه بغينوفاسيون ديال واحد المستوصف. المبادره تخللتها انشطه رياضيه واجتماعيه لفائده مبطور الاطراف بمدينه أكادير لتشجيع هذه الفئه على تجاوز حاجز الاعاقه. هذه المبادره هي جات في الشق الاجتماعي للجمعيه، للناس يعني ديال جمعيات مقيمين بسويسرا ارتأوا انهم يديروا هذه المبادره من باب المساعده ومن باب ايضا الدعم للفريق ديال الجمعيه، الفريق مبطور الاطراف اللي هما شباب معظمهم كانوا يعني بخير الحمد لله، ولكن من بعد اما كتكون حوادث او مرض سرطان اللي تسبب لهم بالبثر. هي مبادره رمزيه لكنها تحمل ابعاد انسانيه كبيره، يحاول من خلال مغاربة جنيف تسليط الضوء على البعد الاجتماعي للأنشطة الرياضية.
وصلنا وإياكم مشاهدين اللحظة إلى فقرة ضيف الأحد وضيف ظهيرة أحد هذا الأسبوع، اسمه الشخصي والعائلي، عنوان تجربة متفردة قائمة بذاتها صنعت الحدث في الستينيات، حدث صداه لا يزال يتردد بعد 50 عاما، واسم يصعب اختزال مساره في كلمات وجمل، يكفي فقط ذكر هذا الاسم. ضيفنا الفنان يونس مجري، أهلا وسهلا بك. شكرا، شكرا على هذه الاستضافة، وأنا بصراحة فرحان بهذا البرنامج اللي هو فني في إطار الأخبار. وفي إطار الأخبار سي يونس مجري، نبداو بالجديد ديالك، نبداو بآخر الأعمال اللي أنت كتشتغل عليها، فيلم مع المخرج حسن غنجة حاليا. سبق لي مع سي حسن درنا واحد لا سيري ديال يعني سيري بوليسية، هذه واحد 10 سنين تقريبا، ونالت واحد النجاح كبير يعني في ديك الفترة. ودابا السي حسن رجع بنفس الفكرة، ولكن غير هو ضاف عليها شي مسائل جديدة. دونك مازال مستمر هذا العمل في التصوير؟ لا سالينا يعني، يلا سالينا الأسبوع اللي فات. وقبل هذا العمل مع المخرج حسن غنجة اشتغلتي في فيلم تونسي. فعلا صورت مدة 2 شهر في تونس، فيلم تونسي مع مخرجة تونسية اسميتها خديجة المكشر. وكانت تجربة مفيدة بالنسبة لي، لأنها مفيدة ومختلفة، ومختلفة بالنسبة للأدوار اللي موالف كنلعب. وكان مشكل ديال ماشي مشكل، كان حاجز اللهجة، قضية اللهجة اللي لقيت فيها صعوبة في البداية يعني، ولكن مع الوقت فعلا استطعت باش نتجاوز هاد. أتقنت اللهجة التونسية بعد الفيلم ربما؟ كذلك. قبل أن نواصل هذا الحوار معك سي يونس مجري، نتابعوا بورتري رسمته لك بالصوت والصورة زميلة سعاد سعتراوي، كان معها في الكاميرا يونس لطفي. هو وهي العصيان على النسيان، يونس مجري وتحفته أغنية ليلي طويلة. عمر الأغنية نصف قرن وما زالت بنفس الوقع في القلب وفي الروح. عندما غنى يونس ليلي طويل كانت الحدث الفنية بالمغرب وبفرنسا حيث سجلت وبالعالم العربي. تولت الأحداث الفنية في حياة يونس. يا مرايا يا أما لن يسمح قلبي بالدنيا لو بدي لو بالإمكان. مع كل أغنية كان اسم يونس مجري ينحت في سجل المتعة الفنية. لن يسمح قلبي للدنيا، لن يسمح حبي لو ثنيا، مهما يطول لها العمر، مهما يدوم لها الجمر، مهما يعيش لها النهر. يونس غصن من شجرة مجري المثمرة، نبتت في تربة معطاء. الوالدان محمد وبدرة جعل الفنون، كل الفنون، جزءا من التربية. تخرج في بيت آل مجري الإخوة محمود حسن وجليلة، أسماء لم تغب يوما عن الذاكرة الفنية المغربية، ظلت تذكرهم بكل الخير. أن يصدح صوت يونس ويلقى كل هذا التجاوب والقبول، عاش قصة عشق جارف مع الموسيقى، كانت حبه الأول، حباً بقي عالقاً في روحه إلى اليوم. تسللت موسيقاه إلى السينما، فقد ألف الموسيقى التصويرية للعشرات من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وأول عمل موسيقي سينمائي له كان في فيلم نبيل الحلو جزيرة شكر بكربن. يونس الذي أطل على عالم السينما من باب الموسيقى التصويرية خطفته أضواؤها وجذبه سحرها. ممثل تعرفت عليه في فيلم فريدة بليزيد، نعرف الفنان اللي ما السبعينات نتذكروه بليلي طويل، لكن يقعد ديما فنان كبير، والتجربة اللي كانت لي مع يونس تجربة قوية، ونجاح الفيلم مرتبط به بصفة كبيرة. يونس سي لا كلاس، يونس
انسان كي سانفيستي بوكو، عنده برشا جينيروزيتي، وهذاك علاش معناتها الشباب المخرجين الشباب لازمتهم يخدموا مع فنانين من 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 الباتين هذايا. خطواته في عالم التمثيل جاءت متواترة وكانت متسارعة. طرق يونس ميغري باب السينما والتلفزيون وأبان عن قدراته ممثلاً، شارك في الأفلام الطويلة وفي المسلسلات، ومن شاركه الأعمال الفنية يشهد له بالتفرد في المزايا. يونس سيت اون فورس ترانكيل، يعني ديك القوة الصامتة، وهذه القوة الصامتة كنلمسوها في جميع الأعمال ديالو، سواء الموسيقية سواء في التشخيص والأدوار اللي كيقدم خلال الأفلام، لواحد المجموعة ديال الأفلام اللي كيشارك فيهم سواء في السينما سواء في التلفزيون. وهو أنا كيبان لي سي يونس من الممثلين القلائل في العالم اللي هاد لا فورس ترانكيل، هاد القوة الصامتة كي يخدموها في التشخيص ديال الادوار ديالهم، بحيث ان السي يونس باللي كيتكلم راه كيتكلم، وباللي كيصمت راه كيمثل. تعددت الادوار والشخصيات التي لعبها يونس، ويبقى عزف موسيقى ميغري سينمائيا له نغمه خاصه. يونس ميغري عنده مشكل كبير كممثل، هو انه كيتمنى يمثل ادوار ولا يشخص يعني شخصيات اللي ما كتشبهش ليه. فغالبا اي مخرج كيفكر فيه كيفكر فيه داك الانسان الوسيم، داك الانسان اللي كل كيبغي الناس، اللي الناس كيبغيوه. هو كيقول لي انا دائما كنتمنى وباقي ما جانيش واحد الدور اللي نمثل فيه عكس داكشي اللي انا كنحمل. بغيت نمثل ماشي وسيم، بغيت نمثل شرير، بغيت نمثل خايب، بغيت نمثل يعني حتى الجسد ديالي نعاود نشكله بشكل اخر. ولكن لسوء الحظ مازال ما جاش هاد الدور، وكنظن بان يونس ميغري نهار غيتقترح ليه هاد الدور غادي يكون سعيد. آخر تجارب يونس ميغري السينمائية كانت خارج المغرب بتونس، فيلم نوار عشية للمخرجة خديجة المكشر، تجربة جديدة خاضها يونس ميغري تختلف تماما عما سواها، تخلى فيها عن شخصية الرومانسي الوسيم. يونس كان معايا في التحدي نتاع الفيلم هذا، وصور معايا في حي من أصعب الأحياء في تونس، دور صعيب فيه البوكس فيه البحر فيه قضية، على خاطر قبل كل شيء يونس كان يمن بالقضية اللي هي قضية الهجرة. يونس ممن بالقضايا الاجتماعية، الإنسان اللي مشي معايا واللي في فيلم روائي أول فيه إمكانيات محدودة يمشي بقلبه، معناتها يجيب قلبه يظهر لي. ما فماش برشا فنانين كيفك. نحب نشكرك على الافونتور هذه اللي كنت فيها معايا، نحب نشكرك على العطاء والجينيروزيتي نتاعك. لو بدي لو بالامكان نغير الوقت والمكان. ابعدك التمثيل يا يونس عن جمهور قطارتك، وخطفتك اضواء السينما من عشاق اغانيك روائعك، تركتنا جميعا للنوستالجيا والحنين. جميل هو التنوع والتعدد في الفنون يا يونس، لكن رجاء هل عدت إلينا بأغنية حالمة تذيب وحشة الليل الطويل؟ أكيد سيكون العود يؤنس. أعود إليك الفنان يونس ميغري. خلال هذا البورتري جات للعديد من الشهادات في حقك، تبغي تعلق على هذه الشهادات؟ وبصراحة يعني ماني ما نقول انه كاع الناس اللي كي يعطيوك الصورة ديالك الحقيقية ما عندك كلام تجاوب. طيب الزميلة سعاد زعتراوي انهت البورتري ربما برجاء او طلب، يعني قالت انها بغاتك ترجع للجيتارة وترجع للاغاني، ربما هذا طلب على لسان سعاد، لكن ربما الجمهور ديالك والمحبين ديالك كاملين عندهم هذا الطلب. انا في الحقيقه ما بعدتش على الاغنيه، لانه مازال كندير الموسيقى التصويريه،
ومازال كنلحن اغاني، ولكن مازال ما جات الوجبه ديالهم باش يخرجوا، يمكن على المقارب ممكن تخرج شي اغنيه ولا شي اغنيه بالاداء بصوت ديال يونس مقري. فعلا اكيد ننتظر هذا جميعا هذا الجديد. نعود الى البدايات ديال يونس مقري، يعني أغانيك وأغاني الإخوة مقري صنعت ملامح أغنية مغربية مختلفة، مغربية مغاربية عربية، يعني ربما السر ديال هاد الأغاني وهاد الموجة المقرية كانها السر ديالها كان هو الوسط العائلي اللي نشأتي فيه. وفعلا أنا كبرت في عائلة كبيرة، يعني فيها 7 ديال الأولاد والوالد والوالدة، والوقت الضايع ديالنا في الدار كانت الموسيقى ولا الرسم ولا نحت. سو كيفي كبرنا في واحد الجو فني، ما كناش كنخرجوا على برا باش نلعبوا الكره، كنا كنبقاو في الدار، ولكن كل واحد كيدير شي حاجه، وبعض المرات كنتجمعوا كلنا وكنغنيوا جميع وكنعزفوا جميع. كتغنيوا جميع وكتعزفوا جميع وخرجتوا جميع بهذه التجربه، تجربه العائله مقري واغاني اللي عندها البصمه ديال مقري، اغاني استقرت في الاذهان ديال المغاربه كاملين، لكن ايضا في اذهان جنسيات اخرى كأغنية ليلي طويل كمثال. شنو هي الوصفة اللي كانت عند هذه الأغنية باش تحقق هذا النجاح اللي استمر رغم أنها عندها دابا 50 عام وحنا كاملين باقيين حافظينها؟ أنا براسي ما عرفتش شنو هو السر، لأنه نهار اللي خرجت هذه الأغنية خرجت في الوقت في الزمن ديالها، يعني في الوقت ديال 4 دقائق نزلت الأغنية. وكانت عندي الحظ باش تلاقيت مع الأستاذ زياتي الله يرحمه، محمد زياتي الإدريسي، اللي وضع الكلمات عليها. وانا كنظن هاد لفات باش كنا حنا بجوج في هذه العمليه هي اللي خلات هذه الاغنيه تنجح. اغنيه نجحت ومشيتي بها المسارح عالميه، مسارح فرنسيه ايضا، وكانت اوج ديال يونس مقري كمغني كفنان يؤدي غنائيا ويؤدي اللحن. كيفاش كانت هذه الفتره هذه؟ وبدات تحن ليها؟ حقا كنت صغير مازال، كانت عندي 18 عام، وبالنسبه ليا باش نمشي نسجل اغاني ديالي في باريس افيك ان فيلارمونيك ومع موزعين كبار، يعني بالنسبه ليا بحال طاحت عليا شي حاجه يعني. واول اسطوانه خرجت اللي هي ليلي طويل المرايه كان خدات لو ديسكو دور، دونك كانت في الحقيقه هي فتحت لي الباب هذه الاغنيه الى يومنا هذا. يعني ده بالنسبه للاغاني الاخرين كنظن ليلي طويل هي اللي خدات الشهره، ولكن كاين اغاني اخرى اللي ممكن تكون يا مرايا باغ اكزومبل اللي ما خداتش حقها في الوقت، لانه انا كنت صغير فعلا، كانت عندي 18 ولا 19 عام، وباش تشوف شاب ديال 19 عام يغني على المرايا وعلى الشيب وعلى هذا ممكن ما خداتش الحق ديالها. طيب ربما اللي خلى يونس مقري انه ما يخرج اغاني الان او لا انه يبتعد شويه على الساحه الغنائيه، ربما هو ان النوع الاغاني ديالك ديال يونس مقري ربما بعيده عن ما يدور في الساحه الفنيه حاليا، ربما اغاني تجاريه اكثر منها اغاني فنيه. وفعلا وثانيا دابا ما بقاش شركات اللي كينتجوا نجوا فنانه، ولات غير لي ريزو سوسيو هما اللي ولاو خدامين. يعني وبصراحه دابا كاين جيل اخر اللي كيسمع موسيقى اخرى، وهذا من من من, من حقهم. حنا من الجيل القديم يعني نبقاو نوستالجيك في الحق سون بلوس. الموسيقى ديال يونس مقري كانت اغاني، كانت ايضا كما اشرتي موسيقى تصويريه اللي الان مازال انت خدام عليها. يعني الموسيقى التصويريه هي جزء من الكتابه السينوغرافيه، الموسيقى عندها دور كبير في الاعمال السينمائيه، واش كتشوف بان في المغرب كنعطيو الموسيقى الحق ديالها في الاعمال السينمائيه؟ مازال ما كنعطيوهاش الحق ديالها، لانه انا بالنسبه لي الموسيقى التصويريه هي شخصية كتكون يعني بحال دور ديال الممثل، وتقدر تكون دور البطولة احيانا، ممكن تكون عندها دور. وماشي بزاف ديال الافلام الموسيقى كانت هي البطل في الفيلم. وانا كنظن بزاف ديال المخرجين مازال ما فهموا هذه المسألة، لانه كيظنوا باللي الموسيقى التصويرية يعني اي يعني عازف ممتاز يمكن له يوضع موسيقى تصويرية. ما كنظنش، لانه هي دراسة وكاين كتوضع بحث باش يمكن لك دير الموسيقى التصويريه. وهذه الدراسه ديالك يونس مقري والابداع الموسيقي ديالك خلاك تشتغل ماشي غير في اعمال مغربيه معروفه وعديده،
خلاك تشتغل حتى بأعمال أجنبية. والأعمال الأجنبية كنعرفوا القيمة اللي كتعطيها الموسيقى التصويرية على خلاف الأعمال في المغرب. فعلا كنت وضعت موسيقى تصويرية بوغ 8 ملم، كنت شاركت مع لو كومبوزيتور ديال الفيلم ودرت مع غابرييل أكسل اللي كنا درنا الأداء، مخرج نورفيجيان اللي وضعت ليه الموسيقى التصويرية ولعبت في الفيلم ديالو. دونك كانت فرصة باش تعاملت معه. طيب لعبتي في هذا الفيلم وانت من الموسيقى التصويرية كما قلت، مرة دستي قدام الكاميرا كتأدي أدوار وطولتي في المقام ديالك في السينما، طولتي الحضور ديالك في السينما، اجتذباتك السينما ليها، شنو اللي غراك في السينما؟ أنا بالنسبة لي التمثيل يعني كمغني كتأدي كدير اون انتربريتاسيون كمغني ديجا. دونك بالنسبة لي حتى السينما ولا لا تيليفزيون حتى هو كتأدي واحد الدور. دونك انا بالنسبه لي سي لا ميم شوز، نفس الشيء. المهم هو تكون لا سينسيريتي في الاداء ديالك سواء في الغناء او لا في التمثيل. طيب في الشهادات، في الروبورتاج تابعنا شهادات قالت ان يونس ميغري كيشوفوا فيه المخرجين اكثر الانسان الوسيم، واحد نوع نمطي من الشخصيات كيتعطى ليونس ميغري، ربما على خلاف الدور اللي لعبتيه في التجربه في الفيلم التونسي اللي صورتي عن الهجره غير الشرعيه، ربما اخرجتك من هذا الخانه. فعلا لانه المخرجه ما كانتش كتعرفني قبل، يعني شافت فيا يمكن شافتني في ذاك الدور وخلاني انا نتقمص ديك الشخصيه ديال ذاك لو كوتش ديال لا بوكس. وكان دور صعيب بدنيا حتى في اللهجه كما من غير اللهجه كنا دوزنا تقريبا ثلاثه ديال الاسابيع في البحر، شو كيف كنا كنتلاحوا في البحر وكنعوموا تحت الماء افيك دي كاميرا ايتترا. دونك كانت تجربه جميله. طيب بعد هذه التجربة والفيلم ديال غنجة، هل هناك تجارب أخرى جديد كتخدم عليه لختام هذا اللقاء؟ نتمنى والله تكون شي حاجة جميلة جاية إن شاء الله. نشكرك جزيل الشكر الفنان القدير يونس ميغري، شكرا جزيلا لك. ميرسي. نختم ونشر من الحسيمة، هي المحطة التالية من محطات معرض الصور الفوتوغرافية حول التنوع البيولوجي بالمغرب من الصحراء إلى جبل موسى، معرض يعرف بغنى الثروة الحيوانية التي تزخر بها المملكة عبر صور توثق للعديد من أصناف الحيوانات والطيور التي بات يتهددها شبح الانقراض. روبورتاج فؤاد عزوزي محمد حشو. طائر الحسون الذهبي أحد أنواع الطيور المغردة المعروفة بالمغرب، شهرته كانت وبالا عليه، فبعد أن كان موجودا بأعداد كبيرة أضحى اليوم طائرا نادرا قريبا من الانقراض بسبب القنص الجائر. مصور الحياة البرية بالمغرب يذوقون ناقص الخطر. هذا طائر اللي هو مهدد بالانقراض نتيجة للصيد الجائر. الجيل الناشئ خصو يعرف بأن هذا طائر محمي ومهدد بالانقراض، والسلطات المعنية راها دارت قرار ودارت يعني واحد القانون اللي كيحميه واللي هو قانون زجري للحفاظ عليه والتكاثر عليه، لأن فعلا كان في بعض في كثير من مناطق المغرب كان منقرض تماما. وللتعريف بأصناف الحياة البرية احتضنت مدينة الحسيمة الدورة التاسعة لمعرض الصور الفوتوغرافية للتنوع البيولوجي بالمغرب من تنظيم الجمعية المغربية لمصوري الحياة البرية ومديرية التعليم بالحسيمة، والهدف التعريف النشئ بغنى التنوع الحيواني بالمغرب. نعرض العديد من الأنواع ديال الثدييات والطيور والزواحف لأجل التعريف دائما بالتنوع البيولوجي ببلادنا وتحسيس الممدرسين بضرورة الحفاظ على هذه الأنواع والانخراط في التعريف بها. إدماج يعني البعد البيئي يعني في منظومة التربية والتكوين بالإقليم من أجل يعني إنزال المشروع رقم 10 يعني الخاص بقانون الإطار يعني المتعلق بارتقاء بالحياة المدرسية، وكذلك تحسيس التلميذات والتلاميذ يعني بغنى المغرب من حيث الثروة البرية والبيئية. ثروة بيئية ذات تنوع بيولوجي غني تزخر بها الطبيعة ببلادنا، بيد أن يد الإنسان ساهمت في إدخال العديد من الأصناف الحيوانية إلى الدائرة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، والأمل اليوم في تحسيس النشأ الصاعد من خلال هذا المعرض المقام بمركز التفتح الفني والأدبي بالحسيمة إلى غاية 25 من شهر فبراير الجاري.
في ختام النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. بمرور الأيام فرضية الجفاف تتأكد أكثر، وتتأكد الحاجة الكبيرة لإجراءات برنامج الحد من آثار تأخر التساقطات الذي وضع بتعليمات ملكية. يومه 20 فبراير عالمي للعدالة الاجتماعية، توقفنا في النشرة عند أحد أبرز الحقوق الأساسية، ضمان الحق في التعليم لأطفال العالم القروي. مع تصاعد التوترات الميدانية على الجبهة الأوكرانية، محادثات وصفت بالفرصة الأخيرة بين الرئيسين الروسي والفرنسي. وضيف ظهيرة الأحد كما تابعتم مشاهدين الفنان القدير يونس ميكري. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.